ندوة نظمت لتسليط الضوء على تقريبا كافة جوانب ملف أيوب المسعودي وملف محاكمة أيوب المسعودي بالتحديد. ندوة كما تعرفوا نظموها لجنة مساند أيوب المسعودي، وأنا شخصيا كنت من بين المساندين. صحيح أنا نمثل لسان دفاع في نوبة اليوم، ولكن ما جيتش باش نحكي في القانون برشا، جيت باش نعبر على مساندتي وباش نحكي على بعض يعني المخاطر اللي بات الملف هذايا ينطق بها ويشهد عليها. داولوا كما شفتوا على الكلمة تقريبا كافة أعضاء لجنة المساندة، والكلهم وأنا شطرهم الرأي كلهم أجمعوا على الخلفية السياسية الممتازة لملف ولمحاكمة أيوب المسعودي بدءا من تاريخ 20 جويلية 2012، تاريخ صدور ذلك البيان الفضيحة على رئاسة الحكومة، ويحرض فيه تحريض صريح النيابة العمومية العسكرية على تتبع كل من يتطاول على المؤسسة وكل من يتطاول على رموز البلاد وكل من يكيل الاتهامات دون إثباتات للمؤسسة العمومية العسكرية. نحن قرينا فيها أكيد جدا، قرينا فيها تحريض هذا واضح وصريح لتتبع أيوب المسعودي. منذ ذلك الوقت أيوب المسعودي كما تعرفوا لم يبقى مكتوف الأيدي، قدم استقالته من يعني كمستشار إعلامي لرئاسة الجمهورية، قدم أو دعني أقول وقعت إقالته بطريقة ما عندها حتى علاقة بالقانون وبنواميس التنظيمية الحزبية وبمبادئ التعامل الأخلاقي والسياسي، وقع إقصاؤه من طرف قيادة حزب المؤتمر من الجمهورية، في بالهم متضامنون من أجل إقصاء. لا، أيوب المسعودي ما كتفش يديه وواصل مهمته كناشط مدني. أكيد جدا تحركاته التالية هي اللي أقضت مضجع عديد الأطراف والجهات، تحركاته خاصة في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي في سيدي بوزيد، ومقاله الشهير في علاقة بالحركة المافيوزية في سيدي بوزيد، تحركاته في علاقة بملف شهداء الرقاب رحمهم الله. هذوما كل المعطيات والتحركات نحن نمر عليها مرور الكرام، ولكن أنا أعتقد بأنها واحد من أسس الأبعاد السياسية لقضية أيوب المسعودي، وواحد من دوافع تحريك الدعوة العمومية العسكرية ضده. كما تعرفوا النيابة العمومية العسكرية فتحت ضده بحث جزائي وأحالته مباشرة على قضية التحقيق العسكري بمكتب الثلاثة، اللي أول إجراء أخذاه، وهذا يثير الاستغراب حقا، أول إجراء أخذاه هو تحجير السفر أيوب المسعودي حتى قبل سماعه وحتى قبل إجراء الاستنطاق الأول في شأنه. هذا خطير وغير عادي بالمرة، غير عادي، مانيش باش نقول ماهوش قانوني، ولكن غير عادي بالمرة، وينم على نية مسبقة ومبيتة في تتبع أيوب المسعودي وفي إدانة أيوب المسعودي حتى قبل ما يتعهد القضاء بالملف هذا. على كل حال ما يحسب لأيوب المسعودي بأنه انضبط أيما انضباط لكافة المقررات والأحكام القضائية، احترم القرارات هذيك، احترم قرار تحجير سفر الصادر ضده واللي حرمه من وقتها ليوم الناس هذا من الالتحاق بعائلته في باريس، ومن تسويت وضعيته الإدارية في علاقة بالإقامة بفرنسا، ومن البحث على شغل في فرنسا. اليوم عطنا العمل، اليوم ربما إن شاء الله يسمحني في الكلمة عزائمه ما زالت محبطة، خاصة على ضوء يعني على ضوء ثبوت مشاركة عديد الأطراف في هذا الانتقام، وخاصة ولهنا الاختيار ولهنا شخصيا أنا جيت للندوة هذه بهذا السبب، خاصة بعد صدور حكم ابتدائي جناحي يقضي بسجن أيوب المسعودي لمدة 4 أشهر مؤجل التنفيذ، وهذا الصدر والعجز يقول مع رفع تحجير سفر المضروب ضده منذ 18 أوت 2012 وإلى يوم الناس هذا، هذا موطن الخطورة، إلى يوم الناس هذا أيوب المسعودي غير قادر على السفر، والقرار الصادر برفع تحجير السفر لم يفعل إلى يوم الناس هذا، وأيوب المسعودي ظل مثل كرة التنس تتقاذفه الإدارات، هاو مرة في إدارة العامة في دول الجانب يقول راه التنفيذ يتجاوزنا، يرجع للنيابة العمومية العسكرية تقول راه قمنا بما ينيته القانون بعهدتنا، يمشي لأحد المساعدين مصحوب بمحاميه يقول له كيف كيف ما نجم نعمل لك شيء، إلى أن وهذه النقطة التي أفاضت الكأس،
على ضوء ولا إثر التحرك أيوب المسعودي وإثر تحركات المحامين بتاعه وتصريحاتهم الإعلامية المتكررة أملا في رفع هذه المظلمة، يزرع لنا ذلك التصريح على لسان السيد مدير القضاء العسكري لوكيل الدولة العام، ويقول أنه لكي يرفع تحجير السفر يجب على أيوب المسعودي أن يتقدم بمطلب في الحصول على شهادة في الغرض، وهذا لا عمري لا إجراء لا علاقة له بالقانون، لا ينطق به ولا يؤشر إليه ولا يلمح له أي نص إجرائي جزائي في كافة يعني تفاصيل منظومتنا القضائية، مش فقط العسكرية ولكن القضائية الجزائية الكل. وبعمري ما شفت مطلب من هذا القبيل، وبعمري ما شفت مطبوعة تعمر أو تعطى أو تمنح لمتقاضي لتلك الغاية، خاصة وأنه تحجير السفر ما عنده حتى علاقة بجدول العقوبات أو العقوبات التكميلية اللي نص بها بصفة حصرية الفصل 5 مجلة الجزائية. تحجير السفر هو تدبير احترازي شأن وشأن كافة وعديد التدابير الأخرى، تجميد الأموال كيف الإيقاف التحفظي هو تدبير احترازي كذلك على معنى الفصل 82 الذي الغاية منه هو ضمان تنفيذ العقوبة إلى جانب عديد الغايات الأخرى. أيوب المسعودي بحذاكم سيد الكريم، نحن تفهمنا حتى إذا كانت رفعت تحجير السفر أي موعد باش يسافر فيه أيوب المسعودي باش يحضر في الجلسة، القانون يخوله ما يحضرش لكنه باش يحضر في الجلسة لأنه مؤمن ولأن مؤمنين ببراءة ساحكي، لأنه مؤمن ولأننا مؤمنين بأنه كافة ما هو منسوب إليه مجرد قانونا وواقعا ومادة، لأنه مؤمن ولأن مؤمنين بأنه ما صرح به وما نطق به هو عين الصواب ولا يمكن أن ينخرط الحالة بتلك إلا تحت يافطة وتحت راية حرية الرأي والتعبير، لأنه مؤمن ولأن مؤمنين كذلك بأنه مشروع استهداف مجانب تماما لمقتضيات النصوص القانونية ولروح النص القانوني، لأنه مؤمن ولأن مؤمنين بأن ما صدر منه وما بادر به وما هو بصدد فعله من تحركات نضالية يشهد بها القاصي والداني من رقاب البوزيد لساقيت ديوسف للكاف لتونس العاصمة لملف شهداء الثورة بات يقض مضجعهم ولا يعجبهم. طبعا عندما أتحدث بهم أتحدث على عديد الجهات، عديد وعديد الجهات السياسية والمدنية وبعض الشخصيات الأخرى اللي أيوب المسعودي ما تقهوش أو ما جاهمش على المذاقة. خليني نقول ماشي أيوب المسعودي، خليني نقول أصلا تحركات أيوب المسعودي وتصورات ورؤى أيوب المسعودي اللي الناس الكل أنا واحد منهم، الناس الكل في نسمعه يحكي يعني أستسيغ ما يقوله، أستسيغ منهجيته، أستسيغ حتى طريقة حجاجه وطريقة مجادلته. على كل حال نحن بهذا أو من وراء هذه الندوة الصحفية لهم لنا في التأثير على القضاء، نعاود ونأكد القضاء الذي يريد الكثير والكثير في هذه البلاد وخاصة الأطراف الحاكمة اليوم تشييئه وتدجينه وإرجاعه للمربع الضيق مربع الولاء والخضوع والخنوع، نحن لا هم لنا في الضغط على القضاء ومع أن حتى لي في الضغط على القضاء، نحن جئنا لنقدم أو لنسوغ صيحة فزع، صيحة فزع تتهدد وتتربص بالحريات العامة والخاصة. نحن هنا لكي نساند المؤسسة القضائية العسكرية في راية الاستقلالية التي رفعتها في عديد المحافل والمناسبات، نحن هنا لكي نقول بأننا منضبطون للأحكام القضائية مهما كان مضمونها ومهما كانت تبعاتها واستتباعاتها. نحن هنا لسنا ضاغطين، نحن طلاب حق، نعتبر بأن القانون أنصفنا ولو جزئيا، ورغم ذلك هناك من ما زال مصرا على تجاوز ما نطقت به المحاكم، على تجاوز ما يصرخ به القانون، وعلى التمسك بأنه فوق القانون، بأنه فوق النصوص القانونية، بأنه فوق التأويلات القانونية المجتمعي عليها، وهذا الكل لا يليق لا بنا ولا بثورتنا ولا بالحراك المدني والحقوقي اللي تعيش بلادنا اليوم. أكيد جدا جلسة 4 جانفي، خليني نعطيكم السبق من تو، أنا ما عندي منضيف صدقوني شخصيا كواحد من محامي أيوب المسعودي الاثنى وعشرين، ما عندي منضيف على ما قدمته من دفعات ووثائق، أملنا كل الأمل أن تجد هذه المؤيدات صداها في وجدان جناب السادة قضاة المحكمة الاستئناف العسكرية الدائرة الجناحية.
أملنا كل الأمل أن تتواصل زاد كذلك تلك الجلسة في ظروف لائقة، في انضباط واحترام تام لمقومات المحاكمة العادلة التي بالحق معناها إحقاقا الحق لم تغب مطلقا في الطور الابتدائي، قينا كل الظروف الملائمة، قينا كل التسهيلات، وقينا كذلك كل الاحترام مش فقط لأشخاصنا ولكن لشخص مناوبنا، ولكن كذلك وهذا الأهم لكلمة القانون. إن شاء الله كلمة القانون تبقى هي سيدة المواقف في آخر الأمر.